بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بلي عندي مساج لثلاثة أطراف، لولاني اللي هو عمالة بالخارج. تي شنو يا سيدي؟ تي فاش تستناو؟ تي عاونوا خيالكم تكلموا، تي وريوا رواحكم، تي ما توريش وجهك، تكلم يا رسول الله تكلم. الكلام هذا ما يخصش الناس اللي قاعدين، القلة اللي يتحركوا، نعرف فما شوية يتحركوا. يا شفناك مزعام كان في تهبيط الكرهب المسروقة والفيس وقهر الزوالي تقهروا في العباد في تونس، وتو متخبين كدجاج حتى ماكمش في تونس، هذا باكل طول الجبن يتبع فيكم. يتحركوا شوية، عاونوا من العباد. كيفاش تستناو؟ يا أخي نستناو في التلامذة مساكن عندهم امتحانات، واحد باش هما توا يخرجوا يتكلموا. يتكلموا انتم، يعاونوا خاينكم، يستنوا في الخبز اللي انت بتحضر باش تمشي تاكله. خسيت عليك يا مصحاي، تكلموا حلو فهمكم. والمثال الثاني لحزب النهضة، أول مرة باش تكلم عليه، أنا ما عنديش معاه مشكل. يا راجل يا غنوش، يا أخي ما تربيتش، يا أخي ما استقبلكش بن علي 98 ولا 99 وخرجت وعملت نفس التصريح، ومن بعد شفت عملوا فيكم في أول التسعينات. قالوا استقبلني السيد العربي نصرة، نصرة يعطي كسر على فمك. يا جماعة النهضة والله ما علقوكم من الحي نتاع ريدة، الحي اللي هيشتوها بعد 14 جانفي، والله ما علقوكم من الحي نتاعكم. باهي والله ما يصير فيكم أكثر ما يصير فيكم في التسعينات، جت عليكم مش تربحوا انتخابات ومش تديروا انتخابات، تشبيكم باهي. هذه لا يدغ المؤمن من جحر مرتين، يدي انضموا للشعب تو. الاخر يعملوا نستنى في الامر بتاع القياده، القياده هاي مخرومه. يا راجل غنوش، راه كنا عاقدين فيك النوار، راه في بين من الغربه من الواحد صحيح، ما عادش تتعدى عليك، وما عادش هيك طلعت شبيك، شبيك مخروم هكا، شبيك مخربق. يودي نذموا للشعب، تحركوا للشعب. يسير راهو كل شيء يا ودي، يسير كل شيء وفيه، راهو لا عاد ثورة لا حد شيء يا ودي. والمساج الاخرين للادمينات تاع صفحات الثورة، تيحشموا شوية على روحكم، تيحشموا. شنو اسم الصفحة ثوري وتدخل تشوف المحتوى ديال تلقى نانسي عجرم وهيفا وهبي وحظه كاليوم. يا ولدي راهو عيب يا ولدي، اللي فيق على روحك، اللي ثورة من جديد، طب عاود فسخ وعاود من جديد، راه فسخ وعاود من جديد. يا اخي 300 شهيد ماتوا باش يعملوا رخص ل 80 حزب، 300 شهيد ماتوا باش يحلوا ليسيت تاع الانترنت. يا المطالب هذه عاد كانت قابل عليها، راه عمل اكثر منها. ايش بيكم يا اخي؟ يدي فيقوا يا ولادي، يدي نلوش في ليست، نلوش في قائمة نتاع الشهداء. ثلاثة سوايع وانا نلوج 100 وخزر، واش خلط ناخذ كان اسم 113 شهيد. هاي ليست كاملة، حكومة مش مستعرفة بها من الشهداء، كيفاش في حاسبوا القتلة والقناص؟ ما فماش حتى قائمة رسمية من وزارة الداخلية ووزارة العدل اللي ثم 300 شهيد، يعني 300 شهيد غير معترف بهم جملة. ما هم مش مستعرفين من 300 شهيد، شكون باش يحطوا لك في الحبس انت؟ يا اخي نطلبوا في العسل من دبر الفرززو، شيء ضحك، شيء هب. يا ولدي فيقوا يا ولدي، يا ولدي الشهداء دمهم في رقابنا، راه باش يقعد، راه وباش تقعد لعنة تبعنا إلى الممات، تقعد نقعد في ذل ومهانة وضحكة، ضحكة الشعوب. ما عادش تولي ثورة تونس هي رمز الثورات، تولي ثورة تونس هي ضحكة الثورات. يا ولدي فيقوا، مش باش تولي هكاك راهو، مازال فما رجال في تونس، ومازلنا باش نكملوا. وحتى اللي بعده شوية هكا واللي ترخاه شوية تو يرجع بقدرة ربي يرجع، نعرف اللي فما رجال في تونس. وانت يا راجل غنوش يحشم على روحك، يحشم بالعربي نصرة، يعطي كسرة على فمك. السلام عليكم.